توطي قدم الشرطة منذ بداية وانطلاق هذا الموسم، 4 أهداف كانت حصيلة الشوط الأول، 3 منها للشرطة وهدف واحد لأربيل، أربيل بكر التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق حسين عبد الواحد، ثم عادل ضرغام إسماعيل بتزيدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26، ثم هدف الثاني للشرطة في الدقيقة 41 عن طريق أمجد كلف والثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عن طريق أحمد فاضل. شوط أول كان جميل نوعا ما مثير، وأيضا كان هناك أخطاء تحكيمية واضحة في هذا الشوط. عودة مرة ثانية لضيوفنا كابتن هادي، يعني شوط أول يعني بسرعة نتيجة كبيرة انقلبت المباراة، ربما أربيل سجل هدف أول مبكر وهذا أفضل ما يتمناه أي مدرب وأي فريق أنه التقدم في الدقيقة الأولى، لكن ما الذي حصل؟ 3 أهداف بعد هدف واحد، هدف مبكر لأربيل مفروض ينطيهم راحة أعصاب وينطيهم أفضلية باللعب، وبالتالي هم لاعبين يعني على مستوى منتخب، لاعبين على مستوى فردي ممتازين، لكنه حدث شيء أنه المباراة أصبحت بعد هدف مباراة خشنة ومشدودة. كان على الحكم يتدخل في بعض الحالات، لأنه أنا أشوف حتى لما استمرت ولو 3-1 قد غير شيء المباراة، لكن هذا الشد على الحكم بالشوط الثاني يتدخل بقوة من بداية الشوط كي يسيطر على المباراة، وإلا قد تخرج المباراة من إيده. اللي حدث أنه فريق الشرطة ما استسلم وسجل يعني حقيقة 3 أهداف ملعوبة ومصنوع أهداف جميلة، وقدم مثل ما تفضلت أفضل شوط إلى خلال لحد هذه المباراة. أفضل ما بالمباراة أنه تواجد أمجد كلف في هذا المركز، أفضل ما يلعب على الخط لأنه يمتلك سرعة بالركض، وبالتالي دائما يكون مصدر خطورة على الخصم. بقت فورة بالنسبة للعب بالفريق الشرطة، ولعبوا باندفاع وحماس وقتال، يشعر أن المشاهد لفريق الشرطة أنه فريق جاء يلعب من أجل الفوز، وهذه هي علامات الفريق اللي يريد يحقق فوز. لحد هذا الشوط سجلنا تفوق شرطاوي على مستوى النتيجة وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى القتال، وبالتالي استحقوا هذه النتيجة لحد هذا الشوط. نعم، الآن ننتقل ونعود مرة ثانية إلى ملعب الشرطة. الزميل هيثم عبد الرضا حاضر ما بين الشوطين. هيثم إذا كنت تسمعني مساء الخير. مساء الخير هشام، مساء الخير لكل ضيوفك. هيثم، يعني شوط اول عكس يمكن كل السيناريوهات، يعني حتى الجماهير ما كانت متوقعه هذه النتيجه الكبيره، حتى جمهور الشرطه. ما الذي حصل؟ ما عندك اخبار عن اللي حصل في الشوط الاول؟ نعم هشام، شوط متناقض، يعني بداية أربيلية صحوة للشرطة، 3 أهداف مقابل هدف واحد، نتيجة كبيرة. يمكن السبب الرئيسي في أداء الشرطة والنتيجة الكبيرة في الشوط الأول هو الجمهور، يعني اليوم جمهور مختلف عن كل مباراة الشرطة، اليوم المدرجات ممتلئة على الآخر، اليوم يمكن الفوز على فريق الهوك أنطف الدافع معنوي للشرطة ولاعبي الشرطة، ودفع دفعة معنوية للجمهور اللي حضر بأعداد كبيرة منذ ساعات مبكرة قبل اللقاء. يعني المهم امتعونا الفريقين وخصوصا الشرطه في الشوط الاول. طيب هيثم، قبل لا تتحدث مع ضيفك، انا سمعت يعني هناك اخبار انه اداره نادي الشرطه معترضه على الحكم صباح عبد في قياده هذه المباراه، صحيح هذه المعلومه؟ نعم بالتاكيد هشام محمد، يعني قبل اللقاء كانت اعتراضات كبيره من اداره الشرطه من لاعبي حتى من الكادر التدريبي لنادي الشرطه حول الحكم صباح عبد، لكن الحمد لله شاهدنا تحكيم اكثر من رائع بالنسبه لصباح عبد، ولحد الان الامور تسير على ما يرام، والتحكيم بصوره جيده، الاداء ايضا بصوره جيده. هيثم، انت يمكن لان قريب من اللاعبين، قريب من اللاعبين، ما شاهدت هناك كانت اخطاء لكن راح نتحدث عنها بعدين، ماشي كمل هيثم. نعم، المهم يعني بعد الشوط الاول يمكن الاعتراضات انتهت والشرطه راضين على اداء التحكيم. طيب هذا بالنسبه للاداء وبالنسبه للتحكيم، لكن اذا اكو مجال انتقل لضيفي. نعم تفضل هيثم. عصام حمد، تفضل. يعني كابتن عصام، اول شيء مساء الخير. يا هلا. يعني زياره غريبه كابتن عصام حمد في ملعب الشرطه، شنو السبب اولا؟ والله يعني اعتقد هي المباراه الاربيل والشرطه يعني مباراه جماهيريه، فاكو فرصه ان شاء الله كان انه نجي نشوف المباراه، تعرف الفريقين يضمون نخبه طيبه مع ناصر لاعبين متميزين، وكنا نتامل يعني ان شاء الله انه نشوف مباراه حلوه، يعني مجرد انه نستمتع بالمباراه. استمتعنا بالتأكيد الشوط الاول 4 أهداف، شوط مختلف، يعني بدايه اربيليه نهايه للشرطه، شنو السبب؟ شلون شفت الاداء؟ هو الهدف المبكر اللي اجى النادي اربيل، يعني اعتقد فاجأ لاعبين الشرطه، فاحتاجوا الى وقت
حتى يدخلون بالمباراة ويعوضون، واعتقد بدا رتم المباراة الصاعد يعني ان شاء الله. اتوقع الشوط الثاني المباراة تكون اجمل يعني. شنو السبب اربيل ثلاث اهداف يتقدم على عفوا الشرطة على اربيل تقدم ثلاث اهداف مقابل هدف واحد في الشوط الاول؟ يعني انا اعتقد انه فريق اربيل بعد تسجيل الهدف اكتفى، لانه تعرف هي المباراة مؤجلة، فتوقعاتي انه كانوا يطمحون انه يحصلون ثلاث نقاط بس، فتسجيلهم الهدف يعني تصور انه صاروا قريبين من الثلاث نقاط، فبدأ اداء اللاعبين يعني بدأ حماس اللاعبين يقل، فانطى فرصه للاعبين الشرطه انه يستوعبون صدمه الهدف ويعودون الى المباراه تدريجيا، واعتقد توفقوا يعني ان شاء الله. تتوقع الشوط الثاني؟ والله اتوقع الشوط الثاني يكون مستوى اعلى من الشوط الاول، واتوقع انه فريق قريبين حيحاول يعوض ما فاته من الشوط الاول، ونفس الوقت الشرطة اتوقع يستغل يحاول انه يستغل وضع اربيل ويسعى الى انه يزيد النتيجه وعلى اقل تقدير يحافظ عليها. هل هناك اهداف؟ نشاهد اهداف بالشوط الثاني؟ والله اتوقع توفيق ان شاء الله كابتن عصام حمد. اذا هشام كان معي الكابتن عصام حمد، تحدث عن الشوط الاول، تحدث عن كل ما جرى في الشوط الاول، نتمنى ان يكون الشوط الثاني افضل من الشوط الاول، رغم ان الشوط الاول كان جميل، لكن احنا طماعين، نتمنى ان يكون الشوط الثاني شوط افضل بكثير. بالتاكيد هشام هذا كل ما لدي، وان شاء الله راح التقيك بعد نهايه المباراه. اكيد ننتظرك يا هيثم بعد المباراه مع ضيوف، واتمنى يكون معك المدربين يونس عبد علي وايوب وديش. تعود مره ثانيه كابتن علي، نتحدث عن شوط اول فيه اربعه اهداف، ايوب في مازق الان، يعني ما اعرف سيناريو غريب جدا بعد التقدم التاخر بثلاثه اهداف. الشرطه اليوم يمكن افضل شوط قدمه منذ انطلاق الدوري. نعم كان بكل تاكيد، يعني اتكلم عن الشوط الاول من افضل الشوط بالنسبه لنادي الشرطه حقيقه، رغم انه لم تكن البدايه جيده دخول المباراه او دخول اجواء المباراه بعدم تركيز وانا اعتقد لاسباب مهمه، يعني التحضير قد يكون التحضير الذهني، الشحن زاد بعض الاحيان قد يعطي يعني نتيجه ايجابيه او سلبيه على اللاعبين، وايضا اعتقد انه الاحماء بعض الاحيان قد لا يكون مكتمل في هكذا مباراه تعجل سببين، اما تحضير الذهن او الاحماء، وبالتالي اعتقد الهدف الاول جاء عن غياب الشرود الذهني وعدم التركيز بالنسبه للاعبي الشرطه، ولكن اعتقد بعد الربع ساعه الاولى اتكلم عن نادي الشرطه دخلوا اجواء المباراه. اعتقد في الشوط الاول ظهرت يعني ميزه مهمه هي قيمة الأظهرة في كرة القدم، وجود محمد علي كريم في مناطق أربيل، ضرغام إسماعيل رغم أنه سجل هدف لم تكن فعاليته بنفس مقدرة محمد، أعتقد محمد كان العلامة الفارقة في الشوط الأول في الدفاع والهجوم هذا ساعده في هذا الأمر محمد حنون، هنالك حالة من التفاهم يفرغ مساحة منطقة لمحمد علي كريم، وبالتالي محمد عمل في الشوط الأول بطريقة إيجابية من أفضل أشواطه حقيقة حتى مع المنتخب الوطني. محمد لم يشاهدوا بهذه القدرة في الجانب الهجومي وفي الجانب الدفاعي كان متميز، أيضا ضرغام على عودة كان مختفي طرف يسار لم يكن موجود في المباراة بالنسبة لنادي الشرطة. الحالة المهمة بالنسبة لنادي الشرطة هي عملية الانقضاض والالتحام في الكرات الثنائية مع لاعبي أربيل. شاهدنا علي جبار يعني لم يعطي مجال للاعبي الشرطة لاعبي أربيل، وأيضا أحمد شاسد بمستوى متصاعد من مباراة التوكل لهذه المباراة. أعتقد نادي الشرطة لديه روحية عالية ولديه ارتفاع في المعنويات، يعني الجانب اللياقي ايضا جيد، المباراة بدأت تنعطف منعطف ايجابي بالنسبة له. اما بالنسبة لأربيل يعني اربيل كابتن علي يعني مقارنة باللاعبين بين الفريقين والتحضير النفسي والفترة الراحة، يعني توقعنا انه اربيل يظهر بشكل مختلف يكون ضيف ثقيل، لكن حدث العكس. طبعا شوف يعني كل هاي الامور تعتمد ايضا على توظيف المدرب. اعتقد انه المدرب اللعبة ومن وجهة نظري مدرب كبير، ولكن هناك بعض الاخطاء يجب ان نؤشرها. لعب باربع مدافعين، ثبت اربع مدافعين، لم يعطوا واجبات لاوس ولا للاعب حيدر عبد الامير، لم يعطوا واجبات، ثبت اربع لاعبين. توظيفه لمهدي كريم ومصطفى احمد لم يكن واضح، مصطفى مر على اليمين ومهدي على اليسار ما ينتقل اللعب. المشكله الاهم والعلامه الاستفهام التي يجب ان نعرفها، لماذا يكلف اللاعب مسلم مبارك باللعب يعني ضد محمد الكريم؟ هو لديه طرف يسار، لديه مهدي كريم او مصطفى، لكن يرجع حتى في الهجوم. لماذا مسلم مبارك؟ يعني المفروض توظيف اللاعبين بطريقه اهم. انا فقط اشرت في بدايه استوديو التحليل نقطه مهمه، قلت لك انه اسلوب الفريق يحدده
نوعية المهاجمين دليل على كلام الهدف الثاني لنادي الشرطة. أمجد كلف يحتاج إلى مساحات، يحتاج إلى تمريرات بينية، لاعب سريع أيضا، لاعب هاشم رضا يحتاج إلى هكذا يعني لعب، يعني يعمل كمحطة كرات، يعني يلعب يعني من القدم للقدم، لا يحتاجون كرات عالية. وبالتالي أعتقد نادي الشرطة فطن لهذا الأمر وبالتالي استطاع أن يدخل في أجواء المباراة. أيضا نقطة مما يجب أن أعلق عليها قبل أن أترك الحديث الكابتن هذه، مستوى التحكيم حقيقة مفاجئ في هذه المباراة. أكيد يعني هذا سمعنا هسه. هناك اعتراض من إدارة نادي الشرطة يعني على حكم المباراة، وبالتالي هذا ربما الاعتراض في محله. أنا فاجأني الحقيقة قيمة الحكم صباح عبد الحقيقة في هذه المباراة لم يكن جيد، لا قراراته كلها أغلبها خاطئة، قرارات يجب أن تكون حاسمة. شاهدنا ضرب، شاهدنا يعني هناك تهاون في إعطاء الكارت، يعني لم يكن صباح عبد موجودا، فقط كان الصافرتي موجودة، أما قيمة الحكم لم تكن موجودة، يعني لم يكن الحكم موجود في المباراة. سنتحدث كثيرا عن هذا الموضوع. نعم كابتن هادي، يعني رغم وجود 4 أهداف في شوط أول لكن 3 أهداف من كرات ركنية يعني كانت سبب بها، مباراة اتجهت لطابع الخشونة والشد العصبي بين اللاعبين، يعني فقدنا كثير، يعني ما شاهدنا يمكن هجمة فقط هدف أمجد، كانت هجمة ملعوبة ومنظمة. لا هو شوف نجح بها فريق شرطة حقيقة، لأنه لعبوا هذا الروحية وهذا الاندفاع، لأنه أي حل عدا هذا الحل راح لاعبي أربيل يتمتعون بالكرة ويلعبون ويقولون كرة وبالتالي يتفوقون على الشرطة. أعتقد نجحوا الشرطة بهذا الأسلوب، باللعب المجدود، باللعب القوي، عدم السماح للحائز الكرة أنه يتصرف بحرية. نجحوا فريق الشرطة وجردوا فريق أربيل من كل أسلحتهم. ولو لاحظ سار هشام الهدف الأول جاء من تجديد من خارج منطقة الجزاء، والهدف الثاني شلون اجى والطريقه، الهدف الثالث لاحمد فاضل. نعم هذا يعني شنو؟ يعني انه مدافعي وسط اربي ولاعبي الوسط يجمعون في منطقه الجزاء ويتركون منطقه الخارج قوس الجزاء مفتوحه للاعبي الشرطه، وهذا ايضا خلل، انا اعتبره خلل تكتيكي ونقطه ضعف واضحه استغلها فريق الشرطه. يعني ما اعرف هذا المبرر، يعني انا شفت حاله 3 لاعبين للشرطه مقابل 6 إلى 7 لاعبين لاربيل، هذا تخلق معناته اكو نقص في المواقع الاخرى للفريق. نعم هسه الان سنعود حبة المشاهدين من جديد لأحداث الشوط الثاني. شوط أول شهد 4 أهداف وتفوق كبير للقيثار الخضراء. ماذا سيفعل المدربان أيوب وديشو في مأزق؟ هل سيصحح الأوضاع في الشوط الثاني؟ عودة مرة ثانية والزميل رعدنا إلى هناك. شكرا هشام وشكرا للكابتن هادي مطنش، شكرا للكابتن علي هادي. أحبتي متابعي ومشاهدي الرياضية العراقية في كل مكان، أجدد التحية معكم. شوط المباراة الثاني بالأصفر والأسود، أربيل على يسار الشاشة وبالأخضر الموشح باللون الأبيض فريق نادي الشرطة على يمين الشاشة. لمن التحق بنا الآن، شوط المباراة الأول انتهى ب3 أهداف لفريق نادي الشرطة مقابل هدف واحد لفريق نادي أربيل. الأهداف طبعا 3 للشرطة أتت بعد أن تقدم فريق نادي أربيل بهدف لحسين عبد الواحد، بعد ذلك سجل برغام إسماعيل وأمجد كلف وكذلك أحمد فاضل. إذن الشوط الثاني مباراة مؤجلة لحساب المجموعة الشمالية المؤجلة من الأسبوع الرابع. هجوم الآن إلى لواي، التمريرة أربيل يريد أن يقلص الفارق أولا وبعد ذلك يفكر بتعديل النتيجة. فريق أربيل من الفرق الكبيرة وصاحب 3 ألقاب متتالية بالدوري، كان ذلك 2007 و2008 و2009. التمريرة الآن أمام الشرطة صاحب لقبين في 79-80 وفي 96-97. ضربة حرة مباشرة لفريق نادي الشرطة، فريقين بنفس الأسماء أيوب أوديشو بمحمد قاصد، أوس إبراهيم، سعد عطية، أحمد إبراهيم، حيدر عبد الأمير، مهدي كريم، سعد عبد الأمير، حسين عبد الواحد، مصطفى أحمد، لؤي صلاح ومسلم مبارك، بينما السيد يونس عبد علي لعلي حسين جليل، محمد علي كريم، أحمد كاسب، وليد بحر، درغام إسماعيل، أحمد فاضل، علي جبار، محمد حنون، علي عودة، أمجد كلف وهاشم رضا. علي حسين جليل حارس مرمى الشرطة. طبعا مباريات الجولة 11
ميناء والزوراء راح تكون مباشرة يوم الجمعة إن شاء الله. يوم السبت النقل المباشر لمباراة النجف وكربلاء من مدينة النجف بعد أن قرر اتحاد الكرة إقامتها بلا جمهور. يوم الأحد إن شاء الله سنكون معكم والنقل المباشر لمباراة النفط وأربيل. رمية جانبية لفريق نادي الشرطة محمد علي كريم 3-1 نتيجة لم تحدث منذ يعني 6 مواسم. حرة مباشرة للشرطة. محمد علي كريم سلامة لمحمد طبعا تعرض إلى إصابة في شوط المباراة الأول إن شاء الله يكمل المباراة. حرة مباشرة لفريق نادي الشرطة محمد علي كريم خطيرة وإلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لفريق نادي أربيل. إذن الشرطة مع الكهرباء يوم الأحد وبنفس اليوم أربيل سيلاقي النفط في ملعب النفط. مباريات المؤجلة أربيل راح يلعبها تباعا طبعا مع الموصل مع ديالة مع الصناعة مع دهوك ومع زخر. أمامية الكرة أحمد شاسب تنقطع قطع من وليد إلى سعد عبد المير. سعد راجعة استقبال رائع كان من وليد بحر إلى محمد علي كريم تمرير خاطئ مصطفى أحمد. هدفين لمصطفى في الدوري مع أربيل ولكن لديه 23 هدف الموسم الماضي كان مع الزوراء وبالمصادفة سجل على أربيل في مباراة 2-1 على المركزين الثالث والرابع عندما أحرز الزوراء المركز الثالث الموسم الماضي. وحرة مباشرة خطأ على فريق نادي الشرطة في مكان خطر. لؤي صلاح ضربة حرة مباشرة لفريق نادي أربيل في مكان خطر. جدار من الشرطة قبل 5 أيام الشرطة والفوز على دهوك بطل الدوري النسخة الماضية. اليوم لحد الآن أربيل متأخر ب3 أهداف لهدف. مهدي قريب مهدي كريم لاعب النفط السابق والطلبة وانخور القطري والي طرابلس الابعاد من علي حسين مرة اخرى راجعة. مهدي كريم لاعب الدولي داخل منطقة الجزاء ضاعت على لؤي صلاح ضاعت على اربيل بعد ان ظن مدافعي الشرطة بين الحالة التسلل ولكن لا وجود للتسلل. لؤي صلاح بمواجهة علي حسين جليل فرصة سهلة. شوف 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 خلي نشوفها بالإعادة. مهدي كريم التدخل من علي حسين جليل ابعاد لي الكرة بعد ذلك التحضير من سعد عبد الأمير. شوف بيبيع اللقطة ولا وجود للتسلل. لؤي صلاح وضاعت الفرصة أغلى فرصة على فريق أربيل في وقت مثالي بالدقيقة يعني 51 ممكن تقلص ممكن تعدل على أي حال ضاعت الفرصة على فريق نادي أربيل. حيدر عبد الأمير احتراف مع الفيصل الأردني ولعب للزوراء هذه المرة الانتقال إلى أربيل. المحاولة من لؤي لؤي والقطع للكرة المتابعة موجودة حسين عبد الأمير التحضير مصطفى خطيرة خطيرة وإلى ضربة مرمى. ضربة مرمى للشرطة. هناك ضغط من فريق أربيل بنفس السيناريو يعني المشابه لسيناريو شوط المباراة الأول. أول 5 دقائق كانت أربيلية واستطاع فريق أربيل أن يسجل الهدف عن طريق حسين عبد الواحد ولكن بعد ذلك تسيد أهل القيثارة
على الملعب وسجلوا 3 أهداف. أمامية من علي حسين جليل، كرة اللعب، المحاولة مرة أخرى تنقطع من أحمد شاسد. 13 هدف لحد الآن للشرطة، و7 منهم لأمجد كلف، وهدفين لأحمد فاضل، وهدف وحيد لأحمد حنون وعماد غالي وقاسم زيدان وضرغام إسماعيل. بينما الأهداف 10 لفريق نادي أربيل، 4 لاعبين سجلوا هدفين، نبيل صباح، لؤي صلاح، ومصطفى أحمد، ومهدي كريم، وهدف وحيد لحسين عبد الواحد وحيدر قرمان. أمامية الكرة، علي جبار قدم شوط أول رائع، التمريرة هذه المرة إلى أحمد إبراهيم، تنقطع من قاصد، كرة تنقطع إلى مصطفى من اليسار، مصطفى يلعب الكرة، أوس إبراهيم أمامية، محاولة تحضير، مسلم مرة أخرى، التمرير، مهدي خطيرة، الله، تألق من علي حسين جليل ويمنع هدف ربما يكون شبيه للهدف الثالث لأحمد فاضل اللي مر على محمد قاصد. شوف 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 مهدي بالخبرة، لكن حلوة لعلي حسين جليل إلى ركنية. فريق أربيل أفضل لحد الآن من نادي الشرطة في بداية الشوط الثاني. من تتحدث عن اللاعبين اللي لعبوا للفريقين، تتحدث عن سامال سعيد، عن وسام زكي، عن ياسر رعد، عن يونس شكور، عن خلدون إبراهيم، مصطفى كريم، وحسين كريم، محمد قاصد، أوس إبراهيم، سعد عطية، وكذلك نجم دولي، يعني دولي سابق، ولاعب فريق نادي أربيل طارق عبد الرحمن، لاعب السابق جيل الثمانينات أيام كاميران وبشتوان. هنا الأهداف الرائعة، هذا هدف ضرغام إسماعيل، هدف التعديل لهذا اللاعب الشاب. وهنا أعتقد هذا الهدف الثاني لكلف، أمجد كلف، وأكيد سنشاهد الهدف الثالث لأحمد فاضل. أما المدربين اللي عملوا مع الفريقين، شوف هذا هدف أحمد فاضل، اصطدت بأحد اللاعبين ووصلت إلى المرمى. المدربين اللي عملوا مع الفريقين، يعني تحدث أيوب أوديشو عمل مع أربيل وعمل لفترة قصيرة كمدرب طوارئ مع الشرطة، حكيم شاكر درب الفريقين، الدكتور صالح راضي وثائر أحمد، الأسماء التي لعبت مع الفريقين. ركنية لأربيل خطيرة، إبعاد، ضغط أربيلي، أصفر على مرمى القيثار، الهجوم مستمر، خطيرة 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 خطيرة، الله، ضاعت ضاعت ضاعت، تحتاج إلى مهاجم قريب، إلى متابعة. أخطر فريق أربيل، أخطر على الشرطة بالشوط الثاني، شوف شوف بالإعادة، أخطر فريق نادي أربيل على فريق نادي الشرطة، يعني 3 محاولات على الشرطاويين في بداية هذا الشوط. الأمور صعبة على الشرطة إذا ما استمر الشرطة بهذا الرتم، وهذه البداية الغير جيدة بشوط المباراة الثاني. الدقيقة 57، حبتي متابعي الرياضية العراقية في كل مكان، تقدم للشرطة ب3 أهداف مقابل هدف لأربيل لمباراة لحساب المجموعة الشمالية، مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لدوري النخبة العراقي المرحلة الأولى. محمد قاصد أمامية الكرة مرة أخرى، مهدي، التمرير والقطع، علي جبار، المحاولة الآن من وليد بحر، يترك الكرة وليد إلى ضربة مرمى،
إذن لدينا أول تغيير، لاعب نبيل صباح لاعب الكهرباء، هدفين لنبيل على فريق الجيش. المباراة اللي انتهت بخماسية بديلا لمصطفى أحمد. إذن المدرب أيوب أوديشو يدفع بأول ورقة، نبيل صباح بديلا لمصطفى أحمد بتشكيلة فريق نادي أردن. إلى الأمام الكرة، أحمد إبراهيم إلى مهدي، محاولة الآن محمد علي كريم، أمجد قريب، 7 أهداف يطمح للثامن للمناصفة مع علي جواد. خطيرة خطيرة خطيرة، الله برد، علي علي عودة، علي عودة ممكن التسديد لكن بعيدة، كانت تحتاج إلى لاعب يعني بالمناولة الأولى. هاي جماهير القيثارة وازرة والفرحة. شوف المواصلة وشوف الإصرار وشوف المناولة الرائعة من أمجد كلف، لكن تحتاج إلى لاعب يكون صاحب قدم يمنى ويشوت بالمباشر. نجت علي علي عودة، علي عودة قدم اليسرى من دار الكرة من اليمين إلى اليسار أخذت وقت وبالتالي ضاعت الفرصة. علي عودة المحاولة، شرطة على الهجمات المرتدة، أحمد إبراهيم استحواذ رائع للكرة، التمرير هذه المرة لحسين إلى مسلم، أربيل أخطر، أربيل أفضل في بداية الشوط الثاني، التمريرة هذه لكن مقطوعة محمد حنود. أمجد كلف، خطأ لأمجد على سعد عطية وبطاقة صفراء على سعد عطية، بطاقة صفراء على سعد عطية، مسلم مبارك وسعد عطية بطاقة صفراء، ولدينا محمد علي كريم من الشرطة بطاقة صفراء أيضا. يونس عبد علي لحد الآن متقدم ومتفوق ونتائج جيدة، وتكلم مع إدارة الشرطة وقال بأن الموضوع يحتاج إلى وقت، فريق المستقبل فريق شبابي، لا تطالبوني بالنتائج هذا الموسم، لكن أكيد يخطط والإدارة الرائعة. إذا حيدر عبد الأمير يترك المباراة إلى هولجرد الملا محمد، واضح النوايا لأيوب أديشو. الآن أيوب أخرج مدافع وأشرك لاعب وسط وعنده نزعة هجومية، هولجرد الملا محمد لاعبين أشرك نبيل وهولجرد، يريد أن يستحوذ على منطقة العمليات منطقة الوسط من الشرطة، وكذلك راح يغير يعني تشكيل الفريق. الفريق كان يلعب بالشوط الأول 4-4-2، الآن راح يلعب أربيل بثلاثة، ربما 3-4-3 هكذا يلعب أيوب أوديشو، على اعتبار الآن مهدي كريم راح يكون بخط الدفاع مع أحمد إبراهيم وكذلك مع سعد عطية. رمية جانبية أو خطأ حرة مباشرة، لكن إذا ما بقى أوس يعني كمدافع ربما تكون أيضا 4-3-3 على حالة اللعب. المحاولة الآن، رمية جانبية لفريق الشرطة من الجهة البعيدة، محمد علي كريم. الشرطة دائما هذا الموسم يحقق الفوز على هذا الملعب، وبالمناسبة حقق الفوز على أبطال الدوري بمواسم سابقة، فاز على الجيش بهدفين لهدف، وفاز على دهوك بطل الدوري، طبعا الجيش بطل الدوري في 83 بقيادة منذر الواعظ، فاز على دهوك الموسم الماضي، الآن أيضا بطل دوري أمامنا 3 مرات هو أربيل، لكن هو فاز على 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 الرمادي، لكن الرمادي ما حصل على الدرع، لكن الشيء المؤكد
بأن الانتصارات الثلاث للشرطة هذا الموسم على هذا الملعب، على الجيش 2-1، على الرمادي 4-0، وعلى دهوك بهدف، ولحد الآن متقدم على أربيل 3-1. أوس إبراهيم، تمريرة من أوس، راجع الكرة إلى حسين، نبيل صباح يلعب الكرة، أوس إبراهيم اندفع إلى الأمام محاولة لكن تقطع عليها هاشم رضا، الشرطة إلى محمد علي كريم، مرة أخرى المتابعة، رمية جانبية للشرطة، محمد طبرة واحد من نجوم الشرطة، أشرف على تدريب يونس عبد علي، يونس عبد علي طبعا المعلومة، يونس عبد علي ما حصل على الدرع كلاعب ولم يحصل على الدرع كمدرب، لكن أيوب عديشو مدرب أربيل حصل على الدرع كلاعب 3 مرات مع فريق الطلبة، 81 مع عمو بابا، و81-82 مع جمال صالح، 85-86 مع يحيى علوان كلاعب، ومرتين كمدرب أيوب عديشو، 92 مع الطلبة، 96 مع القوة الجوية، بطاقة صفراء هذه المرة على أحمد شازف لاعب الشرطة، لكن يونس عبد علي لديه رقم قياسي 36 هدف، هذا الرقم ما وصل حتى عميد الهدافين كريم صدام كأعلى رقم يسجل كهداف للدوري 93-94 مع الشرطة. مسلم تمرير لؤي خطيرة محاولة نبيل خطرة لأربيل والإبعاد من دفاعات الشرطة. المتابعة موجودة من هاشم أحمد إبراهيم حكم المباراة يعطي الأدفانتج، حلوة لصبا عبد صح التمريرة وبالسلامة، حلوة يا نبيل، حلوة للاعبي أربيل، الروح الرياضية تبقى، جماهير هاي الجماهير المحايدة يعني لا هي شرطاوية ولا هي أربيلية، أتت للمشاهدة ربما تكون جماهير الزوراء القوى الجوية، السلامة للاعب هاشم رضا، هاي جماهير الشرطة والرايات الخضراء الزوراء الأكثر فوزا لحد الآن بسبع انتصارات بينما الهندية والجيش ونفط ميسان لم يحقق الفوز، الموصل ملك التعادلات بسبع تعادلات من 9 مباريات بينما الهندية هو الأكثر خسارة ب10 مباريات، قوة الجوية ونفط الجنوب الأفضل خط هجوم ب16 هدف بينما أفضل خط دفاع كان قبل هذه المباراة أربيل بهدف، لكن الأضعف يبقى الجيش ب20 هدف. محمد قاصد 3 أهداف في شباكه، ولاحظ هذا الشرطاوي مع الشرطة، جماهير الشرطة، جماهير الشرطة صبرت كثير، جماهير الشرطة تتحدث يعني عن أكثر من 15 سنة أو ربما يعني لو نتحدث 97 يعني أكثر من 13 سنة آخر مرة وصلوا للتتويج إلى منصات التتويج بقيادة المدرب عبد الله عبد الحميد، مقطوع الكرة مرة أخرى، حسين عبد الواحد أربيل يبحث عن الثاني يريد يقلص الفارق، المحاولة الآن مسلم عالية الكرة اعتقد بعيدة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى للشرطة الدقيقة 67. حبتي متابعي الرياضية العراقية في كل مكان، الشرطة 3-4 هدف، تقدم أربيل بالدقيقة الأولى عن طريق حسين عبد الواحد، عدل الشرطة برغام إسماعيل بالدقيقة 26، بعد ذلك بالدقيقة 39 سجل أمجد كلف، وبالدقيقة 42 سجل أحمد فاضل للشرطة. الفريق لما يتأخر بهدف ويسجل 3 أهداف صعبة أن يخسر هذا الأمر، ويعني أمام الشرطة الآن على فريق نادي الشرطة الآن بما يقدم الآن، لكن الآن الأفضلية بالشوط الثاني أكيد لفريق أربيل، لؤي صلاح أضاع فرصة غالية وفرصة كبيرة،
12 مدرب في 10 أسابيع في 10 أدوار، أرقام مخيفة لدور النخبة. 12 مدرب ترك التدريب، بدأها عبد الله عبد الحميد مع الجيش، سلم لماهر عقلة، وآخرهم كان ميتم داعي الحق مدرب الهندية. عدا الفرق الجماهيرية، تحدث عن الطلبة، يحيى علوان ترك الفريق إلى تاهر أحمد، تحدث عن القوة الجوية، تاهر أحمد ترك لوليد ظهد. المجموعة الجنوبية الأكثر تغييرا للمدربين، المجموعة الجنوبية تستهلك مدربين، الجنوبية تحدث عن الهندية مرتين، نفط ميسان مرة، الناصرية مرة، الديوانية 3 مرات غير مدربين. ونحن في الأسبوع العاشر، حسنايد مرة، قوة جوية مرة، طلبة مرة، لكن الشمالية جيش والرمادي وسامرة. سلامة لمحمد حنون، واعتقد التغيير الآن، محمد حنون يترك المباراة إلى علي زويد. علي زويد لاعب الواضح بالصورة، لاعب منتخب شباب العراق في البطولة الأخيرة في غوانزو بالصين، موسم الثالث لعلي زويد مع الشرطة. جلب أحمد فاضل واللاعبين الاثنين سجلوا أهداف. الله، حركة لعب رائع، جميل حركة اللعب. أحمد فاضل يقوم بفاصل مهاري، هاشم رضا، محاولة من أحمد فاضل إلى اليمين، محمد علي كريم، كرة مقطوعة من سعد لأحمد إبراهيم. أجمل سيناريو لأهل القيثارة، شوف يعني في أسبوع تفوز على أربيل، متعنا بهذه الحركة الرائعة. ولا ما ناول الكرة، والآن فاصل مهاري رائع، يعني الشرطة أجمل سيناريو لجمهوره وللإدارة وللمدرب وللاعبين، يعني خلال أسبوع يفوز على دهوك بطل الدوري الموسم الماضي، ولحد الآن يتقدم على بطل الدوري العراقي لثلاث مواسم هو فريق نادي أربيل. أي فريق بغدادي أو أي فريق بالدوري يتمنى يفوز على أربيل ودهوك، لكن هذا ما فعل أي فريق لحد الآن، يفعله أبناء القيثارة، يفعله الشرطة. محمد قاصد، سلامة لمحمد حنون، أمجد قريب، وبرغام إسماعيل صاحب الهدف الأول لصاحب الهدف الثاني. ورقة أخرى للسيد أيوب أوديشو. أحمد كاسم، يونس شكور بالصورة، هداف الشرطة، طبعا كان الهداف الأول حسين علي كريم، 22 هدف الموسم الماضي. هجوم للشرطة الآن، علي زويد القيثارة، المحاولة، التمريرة خطيرة، هاشم والقطع من مهدي، مرة أخرى المتابعة، سعد عبد الأمير، التمريرة لحسين، برغام، التمريرة الآن إلى محمد علي كريم، مرة أخرى حلوة لجمهور الشرطة، يحيي يونس شكور، رابع مبكر، لا 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 لا، علي زويد طمع بهذه الكرة، علي زويد كان أناني جدا بهذه الكرة، يعني الكرة اللي كانت قبل 10 دقائق أمجد كلب بنفس المكان بنفس الوضعية، خرج الكرة لزميل وهو هداف، يعني كان ممكن أمجد يطمع بها ويسدد على المرمى، لكن شوف علي زويد، شوف كلب وين كان يلعبها لأمجد كلب تكون مضمونة 100%. إذن القائم يتعاطف مع الأربيليين، ورابع ضائع للشرطة، هذا الهدف لو كان لكان أنهى المباراة لنادي الشرطة، يعني كان وضع صعب لأربيل، دقيقة 73 صعب، أربيل كان يعوض بثلاث أهداف.
علي زويل، كلف، أمجد، عاد الشرطة الآن، بعد أن السيد فريق أربيل الدقائق ال 12 الأولى من هذا الشوط، عاد الشرطة نظم دفاعاته وبالتالي يعتمد الآن على الهجمات المرتد. أوس إبراهيم، كرة اللعب هاشم رضا، أمامية الكرة، مباراة رائعة والمباراة نجحت بكل شيء، مستوى الفني بالأهداف حتى بالأمور التنظيمية. شكرا لجماهير الشرطة، شكرا لرجال الأمن، شكرا لكل من يساهم بإنجاح مباريات دوري النخبة العراقي. سيد هادي جواد عضو اتحاد الكرة، جهود مشكورة أيضا مشرف المباراة، ملعوبة الكرة إلى هلغر ملا محمد، يعني حتى الظروف الجوية اليوم رائعة، البارحة كانت أمطار كانت برودة، اليوم شمس وأجواء ربيعية. السيد هادي جواد بالصورة مشرف اللقاء عضو اتحاد كرة القدم، وسنكون معكم إن شاء الله يوم الجمعة من البصرة بالمباشر للقاء الميناء والزوراء، يوم السبت راح نكون النجف وكربلاء. أيوب أوديشو مدرب نادي أربيل، ربما تكون الخسارة إلى هذا الموسم، الخسارة الأولى ربما لأيوب. مسلم مبارك لاعب نادي أربيل، يونس شكور بالصورة لاعب أربيل، لاعب الشرطة السابق الموسم الماضي، إلى الأمام شكور، إلى هلقر البدلاء، إلى مسلم، التحضير من اليسار، محاولة من نبيل صباح، نبيل محاولة المرور، نبيل قريب علي زويد، صراع على الكرة، ينتهي إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لفريق نادي الشرطة، الشرطة يوم الأحد سيواجه الكهرباء، وأربيل سيبقى في بغداد ليواجه النفط يوم الأحد. هلقر قطع لي الكرة مرة أخرى، التمرير، المحاولة الآن، الهجوم راجع الكرة، كرة بالمنتصف، سيد عبد الواحد إلى أحمد إبراهيم، كرة تلعب، الورقة الأخيرة لأربيل، أدخل يونس شكور، وأدخل نبيل صباح، وأدخل هلقرد الملا محمد، الآن قرمان، حيدر قرمان لديه هدف وحيد بالدوري لحد الآن على فريق الجيش، الهجوم الآن شكور، يونس على فريق السابق فريق الشرطة لكن تنقطع، إذن حيدر قرمان بطريقة إلى الاشتراك في ورقة أخيرة للسيد أيوب أوديشو، قدوات علي زويد، هجوم، تدخل، القطع من أحمد إبراهيم، وأحمد حنون في طريقة إلى الاشتراك، عاد آل حنون واحد ترك المباراة بداعي الإصابة، محمد حنون بالسلامة يشترك من عائلة حنون مشكور، لاعب آخر هو أحمد حنون، إذن أوس إبراهيم يترك المباراة إلى حيدر قرمان. شوف يعني أيوب أوديشو أربع تغييرات كلها نزعة هجومية لكن ما أتت بثمارها، ما وصل للمبتغى، يعني تحدث عن نبيل وعن هلقر
وعن قرمان وعن يونس شكور كلهم ذو نزعة هجومية إضافة إلى لؤي صلاح ومسلم مبارك، لكن لحد الأمور تسير إلى الشرطة. قائد الشرطة هاشم رضا قدم مباراة رائعة، يترك المباراة إلى أحمد حنون. أحمد حنون مشكور، أحمد حنون في ورقة تالية للسيد يونس عبد علي، لجوم للفريق الأربيلي، خطيرة الإبعاد من الدفاعات. مرة أخرى المتابعة، أمجد كلف 7 أهداف دائما يسجل على أربيل، 2008 سجل وبعد 3 سنوات يسجل، لكن 2008 على هذا الملعب خسر الشرطة بهدفين لهدف. يوم علي منصور ولؤي صلاح هم من سجلوا الأهداف. المحاولة الآن أحمد إبراهيم والخطأ لأحمد. نادي أربيل، النادي طبعا تأسس عام 68، 20 سنة وانتظر ليظهر بالظهور الأول في موسم 87، 93 هبط، 98 عاد والدرع 3 مرات، 2006 2007 أكرم سلمان، ثار أحمد في 2008 وفي 2009، وأحمد صلاح هداف الدوري لموسمين 2006 2007 2008 و2009، أحمد صلاح اللاعب اللي انتقل إلى فريق دهوك. ملعوبة للكرة، أربيل مرة أخرى، ضرغام صاحب هدف التعديل الرائع، سلامة لضرغام إسماعيل مباشرة على كاميرا للرياضية العراقية، بالسلامة لضرغام وبالسلامة لجاسم المظهر. كرة اللعب، محاولة تحضير الهجوم، قرمان مقطوعة، أحمد فاضل هذه مباراة كبيرة سجل هدف رائع. ملعوبة الكرة من أمجد، تحضير لكلف، خطيرة 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 للشرطة، أمجد كلف لكن الانطلاقة و يعني كان هناك أمطار بالجهة البعيدة، الأرض مبتلة بالتالي أثرت على توازن اللاعب أمجد كلف. سين عبد الواحد، سين إلى مهدي، ملعوبة الكرة، أربيل 9 دقائق على نهاية هذه المباراة، الشرطة لا زال يتقدم ب3 أهداف مقابل هدف، قدم أربيل أولا عن طريق حسين عبد الواحد ثم سجل الشرطة عن طريق برغام إسماعيل وأمجد كلف وأحمد فاضل. اللاعب عماد غالي بديلا لعلي جبار، قدم مباراة رائعة علي جبار. عماد غالي عنده هدف وحيد على فريق الجيش المباراة اللي انتهت شرطاوية. يقابلوا جمهور الشرطة بالنسبة لعلي جبار بالتصفيق والتحية على أداء رائع. كرة اللعب ملعوبة إلى أحمد فاضل، خطأ للشرطة، خطأ للقيتارة، وأجمل أيام القيتارة هذا الأسبوع تاريخي بالنسبة للشرطاويين، أن يفوزون على دهوك وأن يفوزون على أربيل أحلى سيناريو، وأغلى 6 نقاط لأهل القيتارة. أحمد كاسب أمامية الكرة من أحمد، ابعاد لي الكرة، بحر إلى عماد غلي، تنقطع من لؤي،
احمد شاسب يقطع الكره، خط دفاع الشرطه مقدم مباراه رائعه هذا اليوم، وخط هجوم اربيل اضاع الفرص الكثيره وخاصه بالشوط الثاني. سيل عبد الواحد تمريره بعيده بعيده الى ضربه مرمى. الشرطاوي اذا ما فاز راح يكون تالي بعد الصناعه ب 17 نقطه. ضربه مرمى لفريق نادي الشرطه. علي حسين جليل يلعب الكره، علي عوده ربيه جانبيه، الخطا ربيه جانبيه للشرطه، سلامه لعلي عوده. صباح عبد قريب الحكم الدولي ادار مباراه كبيره مع طاقم التحكيم، مع صيفي، مع سيد تركي، مع عبد الكاظم حسن. السلامه وغير متعمده. ضرغام اسماعيل هدف تاريخي لهذا اللاعب راح يتذكره كثير. راجع الكره لقاصد محمد قاصد، شباك تلقى 3 أهداف الى نبيل. نبيل صباح تنقطع الى ربيع جانبيه. اعتقد المباراه الان يعني بعد ما تتحمل اي هدف، اعتقد ذلك. السلامه للاعب فريق نادي اربيل حيدر قرمان، ضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق نادي اربيل. سعد عطية قريب، سعد حسين عبد الواحد تمرير شكور امامية تطول الى ضربة مرمى. ضربة مرمى لفريق نادي الشرطة الدقائق الخمس الأخيرة. يبقى التقدم للشرطة، الشرطة في رصيد 14 نقطة، إذا ما فاز يكون 17 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف الصناعي ب 18 نقطة وأربع نقاط عن زاخو المتصدر ب 21 نقطة. أربيل سيبقى عاشرا بعشر نقاط، لكن لديه يعني 5 مباريات مؤجلة. أربيل مع الموصل وديالة والصناعة ودهوك وزاخ، لكن أكيد الخسارة ستلقي بظلالها على الأربيليين، لأن أربيل الفريق متهيئ نفسيا، فريق المرتاح جدا، ما أخذ مباريات كثيرة، ولكن يقال في بعض يعني بعض الأوقات أنت تلعب أفضل، يكون انسجام عندك أكثر ما بين اللاعبين، يكون عندك حساسية المباريات بدور النخبة، حماس المباريات. لكن فريق أربيل بالأسماء الدولية الكبيرة وبالبدلاء الدوليين يخسر أمام فريق شاب، أمام فريق الشرطة 3-1. المشجع الأربيلي أكيد ما يرضى، لكن نتمنى لأربيل التوفيق في المهمة الآسيوية. أربيل في الأول من آذار المقبل راح يلاقي العهد اللبناني في لبنان، 15 آذار يستقبل الكرامة السوري في أربيل، يوم 12 نيسان سيلاعب العروبة العماني في أربيل. كل التوفيق لأربيل ولدهوك وللطلبة بكأس الاتحاد الآسيوي، لأن الكل يعلم أربيل ودهوك والطلبة هم يمثلون الكرة العراقية ويمثلون العراق، لذلك المساندة والمؤازرة والدعم يجب أن يكون للطلبة ولدهوك ولأربيل. مهدي تمريرة إلى هيلغر خطيرة وإلى علي حسين جلي. محاولة كانت خطيرة من اللاعب البيل هيلغر الملا محمد شقيق الدولي هوار الملا محمد. علي زويد شرطة تقطع من نبيل لقرمان حيدر لحسين عبد الواحد. حسين عبد الواحد صاحب الهدف الوحيد
انطلاقة من لاعب سجل أحمد فاضل، تمريرة رائعة، خطيرة خطيرة خطيرة، ممكن رابع رابع رابع، كلف 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 وخطيرة، الله برافو لقاصد، لكن ما كانت قوية، ما كانت قوية ولكن حلوة لمحمد قاصد. حركة لعب باليسار أعتقد فقد توازن، منطقة الجزاء كانت الأرضية مبتلة لذلك أتت بهذه الصورة. هجمة لأربيل، أربيل لكن استحواذ رائع، قطع رائع بالصدر من وليد بحر إلى علي زويد، أعتقد علي زويد بديل ناجح ليونس عبد علي، انطلاقات دائما من اليمين، وكان ممكن الشرطة يسجل على الأقل هدف من الفرص الأربعة اللي يسجل. الدقيقة الأخيرة وسنلعب بالوقت بدل الضائع، كرة تتمرر، رايح حاضرة من صيفي، أربع دقائق، أربع دقائق كوقت بدل ضائع. أربع دقائق سنلعب لغاية الدقيقة 94. حبتي متابعي الرياضية العراقية في كل مكان، القيثارة ثلاثة أو لير واحد، هاي الحركة اليوم مازن عاد بأحمد فاضل، والله متع الكل حتى المشاهدين. شوف الفرصة الأخيرة، مناولة رائعة من علي زويد، لاحظ الاستقبال هنا، فقد فقد تمركزه وبالتالي شوف، لكن رائعة، توقع صحيح قاصد أحمد فاضل، أعتقد اللاعب المميز بتشكيلة الشرطة هذا اليوم، يترك المباراة لمدافع يونس عبد علي، يريد أن ينهي المباراة بهذه النتيجة ويريد أن يعزز الدفاعات. أحمد محمد لاعب القوة الجوية الموسم الماضي، اللاعب الشاب، واحد من الاستقطابات الجيدة للشرطة هذا الموسم بديلا للاعب المميز أحمد فاضل، اللي فعل كل شيء وسجل هدف. عبد الكاظم حسن الحكم الرابع، أربع دقائق كوقت بدل ضائع، سلامة لعلي حسين جليل. سلامة لعلي حسين جليل حارس مرمى الشرطة، قدم مباراة جيدة، ثلاث نقاط ثمينة، معالج حميد جمعة مع حيدر عبد الزهرة مع بلال إداريين الشرطة، وعلاج الحارس علي حسين جليل. يونس عبد علي أنا تغييراته، والتغيير الأخير كان قبل لحظات، فعلى علي حسين جليل أن ياض ويكمل المباراة. بلال يتكلم وياه، المعالج يتكلم، يتحدثون، كمل الأمور. أربع دقائق علي حسين جليل حارس مرمى الشرطة، لاعب الدولي مهدي كريم بالصورة. علي حسين جليل، سلامة لعلي، الشرطة راح يواجه الكهرباء ثم يقابل سامراء في سامراء، ويختتم المرحلة بلقاء النفط في بغداد، بينما أربيل سيلاقي النفط يوم الأحد لكن عنده مباراة مع الكرخ، فريق نادي أربيل، ولديه مباريات مؤجلة كثيرة. جماهير الشرطة فرحة سعيدة بالنقاط الثلاث وبالفوز، وعلى من؟ على أربيل. هاي الهجمة كانت لهولدورد الملا محمد، أحمد إبراهيم، حسين عبد الواحد، مرة أخرى هذه المرة لسعد عطية، أربيل المحاولة، يونس شكور تسديدة، الله، كرة رائعة من يونس شكور، رائعة جدا ولكن مرت بجانب القائم الأيسر، خطيرة من هداف الشرطة السابق يونس شكور، لاعب البديل، لاحظ لاحظ مع أربيل، رائع، تحتاج إلى يعني سنتيمات قليلة
هي شبيهة لكرة هدف برغام إسماعيل، لكن برغام كان باليسار أحمد شاسب. كرة راجعة سعد عطية، جاسد أمامية، محمد قطع ابن محمد علي كريم، قرمان لغالي عباد غالي، والشرطة يريد يحافظ على هذا الفوز الغالي، فوز غالي، فوز ثمين، ثلاث نقاط ثمينة من أربيل، زاد ثلاث نقاط من دهوك بأسبوع، ست نقاط غالي. أجمل سيناريو للشرطاويين ولأبناء القيثار. من كان يتوقع الشرطة يحصل على ست نقاط من دهوك وأربيل؟ لكن هذه كرة القدم، دائما يقال ليست بالأسماء، دائما تعطي لمن يعطيها. غالي محاولة ولكن إلى محمد قاصد. بدأت احتفالات أبناء القيثارة، الشرطة وجماهير الشرطة تحتفل بهذا الفوز الرائع. شوف عماد غالي، لكن إلى محمد قاصد، آخر 17 ثانية على عمر اللقاء. ثلاثة الشرطة، واحد أربيل في مباراة مؤجلة. أربيل سيبقى عاشرا بعشرة نقاط مع مباريات مؤجلة لهذا الفريق، والشرطة سيقفز إلى المركز الثالث وسيصل إلى النقطة رقم 17. ضربة مباشرة لفريق نادي أربيل، حرة مباشرة لأربيل، مهدي كريم قريب، قد تكون الكرة الأخيرة، مهدي تلعب خطيرة وربما إلى ضربة مرمى. صباح عبد حكم الدولي أدار المباراة بنجاح. السلام لعلي حسين جليل، نضيع علي، الوقت انتهى وآخر كرة ربما. سلام لعلي حسين جليل حارس مرمى الشرطة، لاحظ بالإعادة، كان هناك احتكاك أيضا من فريق أربيل. آخر كرة ربما، الشرطة ثلاث نقاط، سيصل إلى النقطة رقم 17. لاحظ الإعادة من مهدي كريم، مباراة رائعة، مباراة عاملة بالأهداف، حلوة لجمهور الشرطة وحلوة لجمهور أربيل وحلوة للجماهير المتواجدة في ملعب الشرطة. أبادية من أحمد محمد، هيلجر إلى مسلم، مسلم حاول قطع من هذه المرة، مهدي، أربيل يبحث عن هدف ثاني، التحضير مرة أخرى، المحاولة مقطوعة للشرطة، عماد غالي، سافرة الدولي صبع عبد، تنهي أحداث هذا اللقاء. الشرطة ثلاث نقاط ثمينة من فريق نادي أربيل، ثلاث أهداف للشرطة، هدف واحد لأربيل، هدف أربيل عن طريق حسين عبد الواحد، أهداف الشرطة عن طريق برغام إسماعيل وأحمد فاضل وأمجد كلب. مباراة جميلة، مباراة مثيرة، مباراة رائعة. هشام، الشرطة على ما يبدو متخصص بالفوز على الفرق الشمالية وعلى فرق من طراز كبير وعلى مستوى عالي. يعني أربيل صاحب ثلاث ألقاب، دهوك صاحب لقب، ست نقاط غالية لجمهور الشرطة في ظرف أسبوع. أعتقد هذا إنجاز يحسب إلى لاعبي الشرطة الشباب. كلمة لك يا هشام، ومزيد من التحليل مع الكباتن هادي مطنش وعلي هادي. هشام لك الكلمة، ولكن بعد الفاصل.